بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 61. في الأول ديال الصفحة كما نرى عندنا سيكسبريمي، يعني عبر عن نفسي، أو بمعنى آخر التعبير. إذن هذا فعل في الأصل كما قلنا، هو فعل سيكسبريمي يعني عبر عن نفسي كما قلنا، ولكن هو تيجي بهذا المعنى ديال التعبير كأنه مصدر. إذن نبخونو لو برومي باراغراف، نأخذ الفقرة الأولى. كيسكوسي ما هذا؟ كيسكوسي إذن نبخونو لو برومي إيماج كو ريبريزونتيل، ماذا تمثل؟ كيسكوسي لا برومي إيماج كيسكوسي سيت اون شات إذن هي قطة. نو باسون على الدوزيام إيماج كيسكوسي سي لو لابان يعني هو أرنب. نو برونو لا تخوازيام إيماج كو روبريزونتيل، ماذا تمثل؟ كيسكوسي سي لا تورتي سيت اون تورتي، إذن هي سلحفاة. اون بوز لا ميم كيستيون سيغ لا كاتخيام إيماج، نطرح نفس السؤال حول الصورة الرابعة. كيسكوسي سي اون سالاد إذن هي سلطة. نمر إلى الصورة الخامسة. كيسكوسي سوسون دي كاروت يعني هم حبات جزر. طبعا حتى نتكلموا على مجموعنا سوسون دي كاروت. نو باسون على ديرنيير ايماج. كيسكوسي سيت ان جاردان يعني هي حديقة. نو برونو لو دوزيام باراغراف. جودي او ايشاك انيمال. جودي انا اقول، جودي سي لو فيرب دير انا اقول. اوي اين هو شاك انيمال كل حيوان. المقصود انا اقول اين هو كل حيوان، بمعنى اخر انا اقول اين يتواجد كل حيوان. جودي اوي شاك انيمال، انا اقول اين هو كل حيوان. اذا المقصود بمعنى اخر جودي او سو تروف شاك انيمال، انا اقول اين يتواجد كل حيوان. ممكن اننا نستبدل هذا العبارة جودي أو ستخوف شاك أنيمال، أنا أقول أين يتواجد كل حيوان، أو ببساطة كما عندنا هنا جودي أو شاك أنيمال، أنا أقول أين هو كل حيوان. إذن سينو بخونو لا بخوميار إيماج. إذن أو سوشا أو ستخوف تيل سوشا، أين يتواجد هذا القط. إذن أو سوشا أين يتواجد هذا القط. أو بيان وي ست شات، إذا كانت قطة وي ست شات أين هي هذه القطة. أو بيان أو سوتخوف تيل ست شات، أين تتواجد هذه القطة. إذن طبعا الحال نرى بأنه فوق السقف. إذن سنقول ماذا؟ لو شا إي سور لو توا. لو شا إي سور لو توا يعني أن القط فوق، كما رأينا فيما سبق، فوق السقف. لو شا اي سور لو توا يعني ان القط فوق السقف. او بيان لا شات اي سور لو توا يعني ان القط فوق السقف. سي نو برونو لا دوزيام ايماج. اذا او سو تروف سيت انيمال، اذا اوي سيت انيمال، اوي سيت انيمال، اين هو هذا الحيوان، اين هو. او بيان او سو تروف تيل سيت انيمال، أين يتواجد هذا الحيوان؟ إذن سيتان لابان كي سو تخوف سو لاربغ، إذن هو أرنب يتواجد تحت الشجرة. إذن نقول لو لابان إي سو لاربغ، يعني أن الأرنب تحت الشجرة. لو لابان إي سو لاربغ. نو برونو لا تخوازيام إيماج. إذن أوي سيت أنيمال أين يتواجد هذا الحيوان؟ أو بيان أو سو تخوف تيل لا تورتي، إذن أو سو تخوف تيل لا تورتي، أين تتواجد السلحفاة؟
إذن la tortue est sur la roche. La tortue est sur la roche. يعني أن السلحفاة فوق الصخرة. La tortue est sur la roche. يعني أن السلحفاة فوق الصخرة. Nous passons au troisième paragraphe. Je dis ce que fait chaque animal. Je dis, أنا أقول, ce que fait chaque animal. أنا أقول, ما يفعل. Ce que fait, ما يفعل. طبعا الحاجة نتكلم على لغة فيه. Chaque animal. كل حيوان. طبعا الحال chaque هي كل. بحال شفنا قبل. Je dis, où est chaque animal. أنا أقول, أين كل, أين هو كل حيوان. إذن هنا عندنا كلمة chaque. تتكرر كما نرى المقصود بها كل. Je dis ce que fait chaque animal. أنا أقول ما يفعل كل حيوان. إذن nous prenons la première image. إذن que fait cet animal. إذن que fait cet animal. ماذا يفعل هذا الحيوان. إذن c'est le lapin qui mange une carotte. إذن نقول c'est un lapin qui mange une carotte. مثلا أننا شفنا هذا الأرنب وما عرفناش لمن هو. إذا نقول c'est un lapin qui mange une carotte. يعني هو أرنب, يعني هو أرنب يأكل حبة جزر. وإذا كنا نعرفه مثلا نعرفه, نقول c'est le lapin, إنه الأرنب المعروف مثلا ديال الجيران أو ديالنا أو ديال فلان. إذا c'est le lapin qui mange une carotte, إنه الأرنب الذي يأكل جزرة. إذا نقول C'est un lapin qui mange une carotte. يعني هو أرنب يأكل حبة جزر. Nous prenons la deuxième image. إذن que fait cet animal. ماذا يفعل هذا الحيوان. ماذا يفعل هذا الحيوان. Que fait cet animal. إذن c'est une tortue. إذن هي سلحفاة. Qui mange de l'herbe. Qui mange de l'herbe. يعني هي تأكل عشب. C'est une tortue. C'est une tortue qui mange de l'herbe. إذن هي سلحفاة تأكل عشبا. Si nous passons à la dernière image, إذا مررنا إلى الصورة الأخيرة, إذن que représente-t-elle? Que fait cet animal? Que fait cet animal? ماذا يفعل هذا الحيوان؟ إذن que fait cet animal? إذن c'est un chat. C'est un chat. إذن هو قطن qui grimpe, الذي يتسلق dans un arbre. C'est un chat qui grimpe dans un arbre. يعني هو قطن يتسلق. طبعا الحال تنتكلم على الفيرب grimper. Grimper يعني هو فعل تسلق. إذن c'est un chat qui grimpe dans un arbre. يعني هو قطن يتسلق في شجرة. نكتفي بهذا القدر, حياكم الله, وإلى اللقاء القادم بإذن الله.